مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. كريمة الخفق نص لتر، نسبة الدهون فوق 33%، 33 35 38 بكون أفضل. كل ما كانت نسبة الدهون عالية كل ما كان أفضل. خفق مضرب البيض لمدة 10 دقائق تواصل. المضرب يكون أسرع شيء. هيك صار شكلها كريمة. بعد 3 دقائق نستمر في الخفق. طبعا الكريمة هي نفس كريمة الحلويات اللي نستخدمها للحلويات، ونفس الكريمة اللي نستخدمها للطبخ، كريمة الطبخ نفس الشيء. الحلويات بنضيف لها سكر، ولا الطبق بنضيف لها ملح. نضرب في المضرب باستمرار. فكت الكريمة، هيك تفكت الكريمة شوي شوي، بتفصل المية عن الكريمة مثل ما انتو شايفين. هيك بتتحول لزبدة، بتطلع كل السوائل، بفضل فقط الدهون. هيك صارت جاهزة، نتخلص من السوائل الزائدة مثل ما انتو شايفين. تخلص من السوائل الزائدة قدر الإمكان. تخزين في الثلاجة لمدة أسبوع لأنه ما فيها مواد حافظة، أو في الفريز لمدة 6 شهور. هيك تخلصنا من كل المية الزائدة. هي هذه أنسب طريقة لو أنتو ما لقيتوا زبدة في المحلات. هذه أفضل طريقة تصنعوا منها الزبدة، طريقة سهلة ومضمونة. ممكن تشكلوها مثل ما بدكم، ممكن تعملوها مثل القالب اللي في المحلات. هذا يعني مش ضروري، هو اختياري يعني عشان الشكل مثل ما انتو شايفين. هي هيك جاهزة، اذا في مية زيادة بنصفيها. هيك جاهزة للتخزين. هي مفروض يعني تنوضع في الثلاجة لانه صارت تقريبا حرارة الغرفة، ولكن حبيت افرجيكو اياها كيف شكلها. لكن هي لازم تنوضع في الثلاجة. هذه المية الزيادة انا هستخدمها لاشياء تانية بدل الحليب. هذه المية طلعت منها، انا حقصها قبل ما احطها في الثلاجة. هذا شكلها كتير، هي روعة. هيك على التخزين. اذا انا هستخدمها خلال اسبوع بخليها في الثلاجة، اذا اكثر من اسبوع اوضعها بالمجمد في امان الله. اتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، وانتظرونا بوصفة جديدة. مع السلامة.